بدنا نواظب على التواصل مع معلمينا. الرجاء الحار من جميع الأسباب الطارئة. تعرف التعليمات الجديدة عندنا، أي طالب بتغيب دراسي، وإحنا الآن إذا تجاوز نسبة المقرر لا سمح الله لا يسوى إنه إحنا نسعى إلى أن نفتح لكم مدارسنا حتى نشوف مطالبات متميزات في مدارسنا، ونقول بتفضلوا عليكم جميعا، وإداراتنا ومعلماتنا على استعداد لتقديم المادة التعليمية والمادة العلمية في أي وقت. راجين من جميع بناتنا، الالتزام الالتزام بالدوام أيضا عن 6 إلى 8 ساعات يوميا. إحنا مش بحاجة إنه نسابق الزمن. معلماتنا معهم تكون كملت الفصل الدراسي الثاني، بعد ذلك بكون عندك متسع شهر ونص تقريبا نعمل مراجعة الفصل الدراسي الأول للخضوع لاختبار الثانوية العامة الذي سوف تعقده الوزارة نهاية هذا. أن نتعاون، أن ندرس، خلينا نكون جديين. طبعا هذه المدرسة صار علمي، ولا تنسوا أن احنا مشاركين في مبادرات، أو منا كطالبات أن نحافظ على البيئة الصفية الآمنة، أن نحافظ على مختبريات مدارسنا، نحافظ على الأماكن العامة للتعليم في سائر العملية التعليمية. تعرفوا التعليم حق للجميع، وهذا كفله الدستور، ولا يجوز ولا نسمح لأي طائفة تعليمية. يعني بمعنى اليوم احنا مع المس رامي ناصر، مس رامي ناصر اللي هو يا مس لو سمحتي هذا الاقتران انا فهمت عليك، يا ريت تشرحي لنا مره ثانيه. ما عندنا مانع من عيد المثال واثنين وثلاثه واربعه، واذا تطلب الامر نحن نستطيع دراسيه محدده. وبالنسبه للماده الدراسيه اللي انت قاعدين تاخذوها خليك متواصله مع المعلمه، ونحن ويقدم هذا الفقره الطالب عبد العزيز مكاوي. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: السلام عليكم ورحمه الله. جميع يديك على جنبك، نظرك اتجاه العلم، ارفع العلم، نسمع صوت عالي الكل. اهلا فيكم اليوم. احنا اليوم في اول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني من الحصه الاولى تنتظم العمليه التدريسيه. نحن بحاجه الى الالتزام علينا. لا تنسوا انه احنا عندنا نسبه الحضور غير 20% لكل طالب، واحنا طلاب توجيهي خاصة بكم، لأنه الآن الوقت بدأ يعني يقترب من اختبار الثانوية العامة التي حكمة اليوم تقول: أول العلم صمت، والثاني حسن الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العمل به.